سلام. وقيل رجعنا للمشاكل تونس، والله رجعنا لك ليامات اللي شعرنا نسيناهم، كرتوش وقتلة وجرحة، مواطنين وأمنيين وتوريست، لكن مع تغيير طفيف ما عادش فما كلمة إرهاب، الباقي الكل موجود، أما هذيك نحيناها. البارح في جربة عاون حرس قتل زميله بسلاحه وهزلوا الكرتوش متاعه ومشى المعبد الغريبة، ضرب البوليسية والعباد الخارجة من المعبد بالكرتوش، رجعوا عليه قتلوه. أما ماتوا فيها زوز بوليسية ومواطن تونسي ومواطن فرنساوي، الله يرحمهم ويصبر ماليهم، في انتظار أنه نعرفوا أساميهم الكل ونقوموا معاهم بالواجب. بلاغ الداخلية قال لك أصيب عدد 6 أمنيين وتوفي عدد 2 زوار، ومن وقتها ما فما حتى اتصال رسمي حول الموضوع منذ أكثر من 12 ساعة. نستناو باهي، نستناو ثبات باهي. في انتظار ذلك اش نعملوا تونس؟ الشهداء وترحمنا عليهم، الرواية الرسمية ونقلناها، اشنو نزيدوا؟ انا ما نخبيش عليك، تعديت على راسي بعض العمليات المشابهة في السنوات الاخيرة، تعلمت فيها بعض اسس التعامل معها. لما حالة هذيك عمليات ارهابية مش كيف، اما نتصور القواعد ما تبعدش على بعضها برشا. تعرف اول حاجة لازمك تعملها شنية تونس؟ ما تهسترش، اي برس سمك. نبدأ بهذه قبل كل شيء، خاطر من غيرها ما نجم نعملو شيء. حاول تقعد بعقلك، ما تضبعش، هك ضبعت شوية البارح في الانترنت، حاول تريض روحك اليوم. ثانيا حاول ما تخليش ولادك وبناتك يتعاركوا في بعضهم، واللي قلبه معبي على صاحبه يدور يتلكش عليه، واللي عنده حساب يحب يصفيه يتذكر ويصدم عليه. قلهم يقدروا شوية الناس اللي ماتت وما يبداوش يتعاركوا على ريوسهم. وهذا يهزنا مباشرة لثالثا، رغم الضحايا مازالوا ما تدفنوش، بربي قلهم يحشموا وينقصوا من الحديث على الحجوزات والموسم السياحي. مثالش نعملوا درجين إنسانية وتنرجعوا نحسبوا في الفلوس. ديجا كان نعملوا هذوما برك تون القاور، وإحنا قدمنا برشا نورمال، ما عندنا شوية تجربة في الموضوع كمان، رغم اللي فما زوز فوارق رئيسية المرة هذه. أولا العمليات اللي صاروا قبل كانوا عمليات إرهابية مش كيما توا، وثانيا ما كانش فما المرسوم 54 كيما توا.